ازيكم في فيديو جديد من عبود جي ام واللعبه القويه جدا لعبه الجنرال. النهارده هتكلم معاكم عن نوع وحدات مهم جدا وهو الغواصات، وهقول لك ازاي تستخدمه والاماكن اللي ينفع تجهزه فيها. طبعا في البدايه تقدر تختار اي مدينه من تحت، وبعد كده تختار مدينة معينة انت عايز تصنع فيها الغواصات، ولازم يعني المفضل ان هي تكون مدينة ساحلية. ليه مدينة ساحلية؟ لان انت عشان تبدأ ان انت تجهز الغواصات لازم يكون عندك نوع من المباني معين وهو قاعدة البحرية. طبعا قبل كل شيء احنا عندنا نوعين مختلفين من الغواصات، ولازم تكون عارف ان الغواصات بتتقسم لنوعين، النوع الاول غواصات هجومية والنوع الثاني غواصات للصواريخ الباليستية. لازم تكون عارف عزيزي القائد ان الاسماء بتكون متغيرة من دولة لدولة، بمعنى انه الغواصات عندي اسمها اول واحدة فئة لوس انجلوس، وتاني غواصة اسمها غواصة بنجامين فرانكلين. توصل للغواصات ازاي عزيزي القائد؟ لما تدوس على كلمة تجهيز الوحدات، بعد كده هتروح على كلمة البحرية، تختار بعد كده الغواصات، هتلاقي الغواصات موجودة قدامك، لكن ممكن يكونوا باختلاف المسميات من دولة لدولة تانية. يعني عزيزي القائد مثلا انا دخلت على سيناريو جديد مختار فيه دولة غير دولة مصر. في الاول اللعبة بتحمل، بعد كده هختار كلمة المدن، بعد كده هختار كلمة تجهيز الوحدات. زي ما قلنا هنروح على البحرية، بعد كده هشوف الغواصات، هتلاقي الغواصة الاولى اسمها فئة فيكتور، الغواصة التانية اسمها فئة دلتا، ونفس المميزات في الاثنين، هم نفس المميزات اللي في دولة مصر، باختلاف المسميات بيختلف من دولة لدولة تانية. اول حاجة هنشوف فئة لوس انجلوس والقوة القتالية بتاعتها عاملة ازاي. طبعا كل نوع وحدات بيكون ليه مميزات خاصة، وهي القدرة او الامكانية اللي هو يقدر يعملها. طبعا الغواصة ليها مميزات كتيرة جدا. اول حاجة الاستيلاء على الاراضي، الغواصة مش بتقدر ان هي تستولي على الاراضي. تاني حاجة التخفي، والغواصة تقدر تتخفى لو ما دخلتش في اي قتال مع الوحدات اللي قدامها. بعد كده الوحدات بتصدر اشارات يقدر ان السونار يلتقطها، مدى الهجوم، وده المدى بين الغواصة او الوحدة ووحدة تانية بتهجم عليها، المدى بتاعها 50، والمدى ده بيكون مختلف من وحدة لوحدة تانية. تقدر ان هي تكشف وحدات الشبح ضمن نطاقها من نوع الغواصات، وتقدر ان هي تكشف الوحدات اللي في نطاق معين خاص بيها عن طريق الرادار. كشف السونار نفس النظام، وتقدر ان هي تكشف الغواصات اللي قدامها ضمن النطاق بتاعها. المميز عزيز القائد في الغواصات ان هي تقدر تطلق صواريخ نووية او اي نوع من انواع الصواريخ، وده اللي بيميز الغواصات في ان انت تقدر تستخدمها في استخدامات كتيرة جدا. بعد كده كل نوع من الغواصات بيكون ليه متطلبات معينة. مثلا النوع دوت اللي هو فئة لوس انجلوس بيكون عايز القاعدة البحرية مستوى 3 ومصنع الاسلحة مستوى 1، وعايز لازم تعمل بحث فئة لوس انجلوس مستوى 1 عشان اقدر ان انا اصنع من الغواصة. نيجي تحت عند قوة الهجوم والدفاع بتاعتها، الغواصة قوية جدا، بتسبب الضرر ضد السفن، القوة الهجومية بتاعتها 8 وقوة الدفاعية برضو 8، وبتسبب ضرر ضد الغواصات والغواصات القتالية بنسبة 5 للهجوم و5 للدفاع. بعد كده نخش على غواصة فئة بنجامين فرانكلين، وبرضو الغواصة دي بيكون ليها العديد من المميزات وهنشوفهم مع بعض. نفس النظام، الغواصة مش بتقدر ان هي تستولى على الاراضي. التخفي تقدر ان هي تتخفى عند الوحدات برضو لما ما تشاركش في اي حرب مع الوحدات اللي قدامها، والوحدات بتصدر اشارات يقدر ان السونار يلتقطها. مدى الهجوم، وانا قلت لك انه بيختلف من وحدة لوحدة، لكن الغواصتين تقريبا نفس مدى الهجوم بتاعهم 1 وهو 50. كشف الرادار عزيزي القائد ده موجود برضو في غواصة لوس انجلوس، بس في غواصة بنجامين بيقول لك انه نوع الوحدات اللي يقدر ان هو يكشف الرادار عنها الوحدات البحريه. كشف السونار، والغواصه دي تقدر تكشف الغواصات اللي قدامها في نطاق 100، ده مختلف عن الغواصه اللي قبليها. الغواصه اللي قبليها كانت 75، دي 100، عشان كده بقول لك انه الارقام بتختلف من وحده لوحده تانية. الشيء العظيم بقى في غواصه بنجامين ان هو يقدر يطلق صاروخين في نفس الوقت، غير غواصة لوس انجلوس كان ان هي تقدر تطلق صاروخ واحد في المرة الواحدة. وطبعا بيكون ليها متطلبات، عايز القاعدة البحرية مستوى 4 لان الغواصة دي الى حد ما اقوى من لوس انجلوس، وبرضو مختبر الاسلحة السرية مستوى 1، وعاوز مصنع الاسلحة مستوى 1، وبحث فئة بنجامين فرانكلين ده لازم اي وحدة بيكون ليها بحث تعمله عشان تقدر ان انت تصنع الوحدة. نيجي للقوة الهجومية والدفاعية بتاعت الغواصة، هتلاقيها ان هي ضد السفن القوة الهجومية والدفاعية بتاعتها 4، وضد الغواصات نفس النظام القوة الهجومية والدفاعية بتاعتها برضو 4. فعشان كده ممكن تلاقي عزيز القائد الفرق في القوة بتاعت الغواصة الاولى اللي هي لوس انجلوس عندي، والغواصة التانية اللي هي فرانكلين بنجامين، باختلاف المسميات عن الدولة بتاعتك. الفرق بين القوة الهجومية هتلاقيه فعلا فرق كبير، فرق واضح، ان الغواصة الاولى قوة الهجوم بتاعتها 8 والغواصة التانية قوة الهجوم بتاعتها 4.
ده ليه؟ لان الغواصه الاولى هي غواصه هجوميه، انما الغواصه الثانيه هي غواصه صواريخ باليستيه، ان هي بتقدر تطلق صاروخين في نفس الوقت. لكن ده ما يمنعش عزيزي القائد ان انت تقدر تقوي من الغواصات بتاعتك او اي نوع وحدات انت عايزه. قول لي بقى ازاي؟ قول لي، ها قول لي جدع عزيزي القائد. تقدر تطور قوه الغواصات او قوه اي وحده من خلال الابحاث اللي انت بتعملها. يعني الموضوع مش متوقف عندي ان غواصه لوس انجلوس القوه الهجوميه بتاعتها 8، انا اقدر ازود القوه الهجوميه بتاعت الغواصه. نفس النظام لغواصه بنجامين فرانكلين القوه الهجوميه بتاعتها 4، اقدر ان انا ازود القوه الهجوميه بتاعتها عن طريق الابحاث اللي انا بعملها باختلاف المسميات عندي وعندك. ولازم تكون عارف عزيزي القائد ان كل نوع وحدات من الغواصات بيتاثر بالتضاريس. زي مثلا الفئه الاولى اللي عندنا بتتاثر بالتضاريس من حيث نقاط الحياه والسرعه والهجوم والدفاع ونطاق الرؤيه، ودي معلومه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها، لان هي بتاثر في الهجوم والدفاع بتاع الوحدات بتاعتك. وهتلاحظ الفرق في معلومات التضاريس بين نوعين الوحدات المختلف في الغواصات، اللي هي غواصه الغواصه الاولى من الفئه الهجوميه. لما تيجي تنزل تحت خالص هتلاقي معلومات التضاريس نقاط الحياه بتختلف من الغواصه للغواصه الثانيه، فلازم تاخد بالك منها في طريقه الهجوم. ده كان كل شيء خاص بالغواصات عزيزي قائد، اتمنى تكون استفدت من الفيديو دوت. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.